مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في لقاء جديد من لقاءات السيلا الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته 27. ضيف حلقة اليوم في اليوم الرابع من الصالون هو الأستاذ عامر جعيجع مدير دار النشر الخلدونية. مرحبا بكم أستاذ عامر. أهلا سعب غني، مرحبا بك. ابتداء واش تعرفنا بمنشورات دار الخلدونية في هذا ما جديد الخلدونية في الطبعة 27 من صالون الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. تحية طيبة لقناة الحياة، تحية طيبة للمستمع الكريم، تحية طيبة لزوار المعرض الدولي في طبعته 27. كالعادة دار النشر تتحين فرصة المعرض الدولي لتحضر الجديد له، وإذا حضر الجديد دائما لابد له من التعريف به والتعرف عليه. من بين أهم منشوراتنا في هذا المعرض في دورته 27 كتاب للأستاذ عبد العزيز كحيل حول جرح فلسطين ونزيف غزة، كتاب بمناسبة الذكرى 70 للاستقلال، وهو مذكرات مجاهد ميدانية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال للعقيد المتقاعد شريف بركتية، كتاب آخر حول طوفان من وحي طوفان الأقصى للدكتور الأستاذ فريد حاجي، كتاب مترجم للأستاذ عبد الحميد سرحان الرواية والمجتمع الكوروني في جزائر ما بين الحربين، وكتاب آخر للأستاذ الدكتور ناجي حمامو حول الإلحاد وأثره على النظام العام في المجتمعات الإسلامية، وهناك عناوين أخرى أكاديمية في القانون والاقتصاد وعلم النفس إلى غير ذلك. وتقييمك للإقبال في اليوم على الأقل في أيام الأربعة الأولى؟ والله الإقبال في الأيام الأولى يعني جيد. أولا نأسف أنه لم يتزامن مع العطلة الخريفية نظرا لمناسبة الاحتفائية بالذكرى 70، وهذا كان أمر يعني من أولوية له متفق عليه ومقبول إلى حد ما، لكن الإقبال في الأربعة أيام الماضية كان مقبول إلى حد ما. نعم. وأكثر الكتب انت لاحظنا بمعارض حاليا حسب منشورات التي عرفتها انه القضيه الفلسطينيه، قضيه فلسطين، قضيه غزه لاقت منشورات عديده سواء من دار النشر الخلدونيه او حتى بقية دور النشر الجزائري او حتى دور النشر الخارجي اللي شاركت في الطبعه السيله لهذا العام. هل هذه الكتب مناسباتيه يعني دور النشر او بعض الكتاب ينتظروا اي فرصه تكون مونديال يخرجوا كتب على المونديال، الأوسكار يخرجوا على الأوسكار، أم أنه كتب عميقة فعلا ونافعة حسب؟ وما هي مقاييس النشر في هذه الحالة؟ والله موضوع الكتابة في القضية الفلسطينية تختلف من ناشئ إلى آخر، والكتابة في القضية الفلسطينية هي خط لبعض دور النشر، خط المستمر. نشرنا لفضيلة الشيخ عبد الرحمن شيبان الجزائر وفلسطين، نشرنا عدة كتب في هذا الموضوع، لكن الآن تزامن مع الذكرى الثانية أو الذكرى الأولى لطوفان غزة، وتزامنا مع الذكرى 70 للثورة التحريرية، وسألت بعض الضباط اللي أسوا جيش الطيران في الجزائر، قال لي فرنسا تعجبت كيف الجزائر استطاعت أن تؤسس سلاح الطيران أثناء الثورة بعد خط شارون المونس. نعم. إلى آخره. فأحكى لي الموضوع، قلت إذا الإخوة الفلسطينيين في غزة استفادوا من الثورة الجزائرية، جاوبوا كيف كان؟ قال لي لا، هم أعظم منا، لأن قال لي السلاح الإسرائيلي متطور، الإعلام متطور، المخابرات متطورة، واستطاعوا أن يعملوا فعلتهم في طوفان غزة إلى أكثر من ذلك. ايضا المحيط الجغرافي لم يساعدهم. نعم نعم. مقارنه بالجزائر. اذا الان الكتابه في القضيه الفلسطينيه هي اولا تجسيد للموقف الجزائري بالدرجه الاولى، وهو عباره عن تحرير بالقلم او جهاد بالقلم في القضيه الفلسطينيه. اذا الانسان ما يستطيعش ان يدعم بالمال وبالسلاح فيدعم بكلمه يعني وبالقلم. يعني منشوراتكم ليست تماما للفائده او للربح بطبيعه الحال، لكن ايضا كمساهمه بعض دور النشر لزملائنا، جعلوا مبيعات كتاب حول القضيه الفلسطينيه الى صندوق فلسطين، الى الاخوه في غزه، الى بعض او في نسب تبرعات. فالكتابه في القضيه الفلسطينيه في كل
العموم في كل المعارض انها تخدم العمق في الأغلب. العمق ليست بس وتخدم الموقف الجزائري الشعبي والرسمي هذا هو. لاحظنا ايضا منشوراتكم كتاب جيد جدا ومذكرات العقيد شريف براكتيا نعم. احد قادة الثوره الجزائريه في القاعده الشرقيه، وربما كان الجزء الثاني من الكتاب او النصف الثاني من الكتاب نشر لاول مره، وهام جدا يؤرخ لفتره ما بعد الثوره الجزائريه بعد هو المجاهد هذا استطاع بدقه ان يحدد ان يكتب مذكراته قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، لانه كان عضو في جيش التحرير الوطني بعد الاستقلال، واستطاع ان يكتب اشياء يعني مهمه جدا في التاريخ. واحنا من واجبنا ان نكتب على الثوره الجزائريه، هذا تاريخ اننا في ذكراها 70 نعم في ذكراها 70 كذا الى اخره. فلابد لاي ناشر له روح وطنيه وله قدره على النشر ان ينشر مثل هذه الاعمال، وهذا تعريف للاجيال ويعني امر يعني لابد منه، وخاصه قبل الثوره ثم ما حدث بعد الثوره، لان انتقلنا من معركة التحرير الى معركة التنوير الى اخره. والذي اختار شعار المعرض كان موفق، نقرأ لننتصر. هذه رسالة الى المجتمع الجزائري ان النصر او القراءة بالعلم بالمطالعة هي الاساس او هي طريق الوصول الى عملية التحرير الكامل والاستقلال الكامل. وفيما يخص مشاركتكم انتم كناشرين، ربما تناشط في ميدان ربما نقابي في ميدان النشر أو ربما حتى في مؤسستكم فقط، هل لقيتم تسهيلات من منظمي الصالون؟ لأنه لاحظنا في طابعات سابقة كانت عندكم عديد الانتقادات، هل نظر بعين بصيرة والإيجابية لطلباتكم في عهد والله السابقة؟ بكل صراحة المعرض يختلف من سنة إلى سنة. نقول بلي أن هذه السنة رغم أن معرض الجزائر معرض جيد من ناحية التنظيم، من ناحية الهيكل، من ناحية كذا إلى آخره، وضيف شرف قطر وإلى آخره، إلا أن هناك مجموعة من النقائص. نتمنى من المسؤولين أن يدركوها. الأولى هي منصة المعرض الإلكترونية للتعريف على ما هو موجود من دور نشر، من كتب، من مؤلفين، من مواضيع. نتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي والمنصة غايبة. مش معقول يعني مالفة السنوات الماضية كانت موجودة المنصة، وبعد يأتي مسؤول معرض يقول أنفقنا على المعرض قيمة معتبرة. يعني كان المفروض تحسن إلى أكثر من ذلك، يعني المفروض نمشي إلى تحسن. يعني المفروض الزائر المعرض لا يبحث عن الكتاب، أو إذا بحث عن موضوع يجده، ليس عنوان الكتاب أو المؤلف أو دار النشر، بل كان من المفروض أن المواضيع التي تناولت داخل الكتب هذه تكون على المنصة. كما هو متعمل به في كبريات نعم. هذا شيء يؤسف عليه لغيام هذه بعض نقائص التي تشيرون لها حتى تتدارك في الطبعات القادمة. الذكرى عظيمة، ذكرى حضور جيد مجاهد، حضور جيد الشعب، حضور المجلس الشعبي الوطني، حضور مجلس الأمة بأول مرة كذا إلى آخره. ونتمنى من المسؤولين أن يزوروا المعرض، لأن التشريع للكتاب هذا هو ميدانه. التشريع للكتاب في مشاكل الكتاب، في مشاكل التسوير، في مشاكل الطباعة، هذا هو ميدانه. عندما يأتي رئيس مجلس الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني أو بمجلس الأمة ويطلع على الواقع يستطيع يعني أن ترون بعين إيجابية مشاركة غرفتي البرلمان بجناحي. إذا كان من باب التواصل مع الكاتب ومع الناشر ومع المؤلف ومع الميدان ومع في الميدان، هذه إيجابية وكمؤسسة لها إنتاج من خلال مطبوعات ومنشورات من حقها أن تشارك، ولكن إحنا نعتبره بأنها قيمة إضافية للمعرض وهي إيجابية. فيما يخص بعض الناشرين، ولم أتحدث عن مؤسستكم، اشتكوا من مشكلة تسعيرة الكتاب. هل التسعيرة الأفضل أنه تكون ثابتة كما هو حال متعامل مع كل بضائع، يعني حددها وزارة التجارة ضرورة تحديد السعر أو كتابة السعر في الكتاب في غلاف الكتاب؟ وبعض الناشرين يروا أن فرق كبير بين سلعة غذائية أو
الصناعية والكتاب مقروء. ما رأيكم أنتما في هذه المشكلة؟ هل هناك فعلاً مشكلة تسعيرة الكتاب؟ الأمر فيه شقين، التسعيرة في المعرض والتسعيرة خارج المعرض. التسعيرة في المعرض كان المفروض يحلها مشكل الابليكاسيو تاع المعرض، كان المفروض الناشي يدفعون بقوائمهم بمؤلفاتهم، فيه رقم الإذاعة القانوني، فيه العنوان، فيه المؤلف، فيه السعر، فيه سعر الطبع، خلاص. أنا عندما نأتي إلى دار النشر ونأخذ هذا الكتاب عندي من خلال المنصة أن هذا الكتاب سعره كذا، لا يتحايل علي النشر. هذا الشق أول. الشق الثاني، موضوع كتابة السعر في الغلاف، هذا فيه إجحاف بالنسبة إلى الناشرين لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الناشر الآن أصبح لا يطبع كمية كما هو معتاد، 500 و 1000 و 1500 إلى آخره. بعض الأحيان نطبع الغلاف لوحده بكمية ونطبع المحتوى بكمية أقل حتى لا يكون هناك موضوع التخزين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن أصبحت المكتبات الجهوية أو المكتبات المركزية للمطالعة تقتني الكتاب الذي عليه سعر بتعليمه من الوزارة الوصية، وهذا أدى إلى كثير من الصفقات والاستشارات المتعلقة بالكتاب ترجع إلى الخزينة العامة دون أن تقتنى، دون أن تصرف بسبب الكتابة. الأمر الآخر، بعض الناشرين أو بعض وضعوا السعر الذي لا يتفق معه مع المؤلف، فأصبح مشكل بين المؤلف والناشر. عندما يجد كتابه في مكتبة مركزية سعره 2000 دينار جزائري وفي العقد يباع ب 1000 دينار جزائري، فأصبح نوع من ووضع السعر من قبل الذين استفادوا من الاستشارة أو من الصفقة أدى إلى هذا. ثم وضع هذا القانون وهذا المرسوم كتابة السعر من أجل إيصال الكتاب إلى مناطق الوطن، جنوب الوطن، أسعار معقولة. أسعار معقولة، وهذه العلاج تاعها ليست أن لا تكتب السعر، العلاج تاعها الآن شركة توزيع كتاب بألف دينار يوصلوا لك بألف دينار إلى جهة غير منطقية، إلى الصحراء، إلى ماذا تقترحون؟ نقترحون على أن الدعم يكون عن طريق بريد والمواصلات. كتاب هذا بألف دينار، يعني مؤسسة بريد الجزائر. نعم، تتبنى أن هذا الكتاب يوزع أو عملية الانتقال تاعه ولا التوصيل تاعه بسعر رمزي. هل تواصلت مؤسسة؟ هذا يحتاج إلى تشريع جديد من خلال لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني والوزارة المالية. قدمنا احنا شكاوى، قدمنا عدة أشياء في هذا الموضوع، لكن لا حياة لم تنال. فموضوع التسعيرة أدى إلى تثبيط عملية بيع الكتاب للمؤسسات وإرجاع الغلاف المالي إلى الخزينة، وبالتالي أصبح الناشر والكاتب والمؤلف متضرر من هذه العملية. فيرجى من السادة في وزارة الثقافة وفي المجلس الشعبي الوطني أن يراجعوا هذا الموضوع، أن يراجعوا هذا الموضوع. أمر آخر، عندما نضع السعر بالدينار الجزائري ويأتي ناشر ويأخذ الكتاب إلى خارج الوطن في معرض دولي، صالة دولية، الناشر الأجنبي عندما يأتي هنا يسأل عن العملة في السوق السوداء بكم، العملة الجزائرية، يسعر بذلك، بينما الناشر عندما الجزائري عندما يضع السعر تاعه بالدينار الجزائري فهناك كم الدولار، كم الدينار الجزائري بسعره بالله، فبالتالي تكون هناك الخسارة بالنسبة لي. هذا إشكال لابد أن يراجع. طرحتم حلولا لهذه المشكلة؟ الحلول موجودة، الحلول أن نفتح. هل اقترحتم الوصاية هذه الحلول؟ الحلول أن الوصاية تفتح باب الحوار في الموضوع هذا، ما تجيش دير تعليمات للمسؤولين عملية الاقتناء دون الاستشارة دون الرجوع إلى أصحاب المهنة أو أصحاب الحرفة. احنا لا ننكر ان نكتب، ولكن لابد من تقنين العمليه بشكل يعني لسنا مؤسسه حكوميه مدعمين. الان عندما نتكلم على الدعم الكتاب نفتح موضوع تحقيق في موضوع صناديق الدعم. صناديق الدعم الان كيف الناشر تختار العنوان هذا؟ ما هي لجان القراءه؟ هل مقاييس اختيار دور النشر توزع لكم يعني بالعدد؟ أنا أعتقد لا توجد هناك بعض دور النشر محظوظة. أعتقد لا توجد معايير لتوزيع ما يوجد في لاحظنا أنه بعض النشر محظوظة جدا
في الكتب المختاره في الدعم سواء في الجزائر عاصمة الثقافه او تيم هذا هذا امر يشوف او حتى ذكرى السبعون. احنا قلنا باللي ان الجزائر الجديده وصفحه جديده وكذا الى اخره تتخلى الوصايه على بعض الممارسات. هل ترى انه ما زالت بعض ما زالت نعم ما زالت بشكل، ولكن هي فيها لجنه في الوزاره، لجنه من كبار الكتاب، هي تختار الاعمال بغض النظر عن الناشر، هي تختار الكتاب سيدي فاضل. سيدي فاضل واعتقد انه حتى اسم المؤلف لا يذكر في هذا الموجود. سيدي فاضل، انا عندما نقدم مشاريع لوزاره الثقافه والوصيه المعنيه وتطلب مني لجنه قراءه وكذا الى اخره، بينما المؤلف عندما يقدم عمل لا تطلب منه طالبوا مساواه من يعني العمليه هذه. ثم ان ما قبل للمؤلفين وللكتاب بين قوسين اكثر مما قبل الى دور النشر. اذا مش معناها معناها عمليه، لكن حتى الكتاب ثم عمليه التوجيه نتمنى تكون هناك ما يسمى بالشفافيه. الشفافيه هذا هو المطلوب. نعم صحيح، نعم الشفافيه في اختيار العناوين. ثم ان نقول باللي ان لجان القراءه التابعه لوزاره الثقافه او المركز الوطني للكتاب تلعب دورها بكل ما تحمله من مسؤوليه اتجاه المثقف واتجاه الكاتب واتجاه دار النشر. بعض الكتاب يتهمون بعض النشر انها دور وهميه فقط وجدت للمشاركه او لقضم بعض المساعدات العموميه في المجتمع. هذا المفروض يوضع معيار، يعني حتى السنه كامله هو يغيب، مجرد ما صندوق الدعم يفتح الباب يدفع عناوين شركيه فقط. هو في حق يعني خارج دعم الدوله لا يطبع ولا في كتاب. في حق الوزاره عندما تجي هل هناك دور موجوده حقيقه؟ هذا كان موجود ان هناك طفيليات من الناشرين لا يظهرون الا في المناسبات، لا يملكون الا محفظه وهاتف لا اكثر ولا اقل، وياخذون الريع اكثر مما ياخذون من دار نشر عندها 40 سنه و 30 سنه و 20 سنه في الميدان. هذه النقطه الاولى. النقطه الاخرى، من المفروض ان الان في عمليه المقاولاتيه والمقاولات البناء كذا الى اخره كاين تصنيفات الف ب ج د بالنسبه للمقاولين باش ياخذ مشروع لازم تصنيفات ودرجات معينه. كيف الان في الاختيارات تاع توزيع ان الناشرين لا يوجد لهم هذا التصنيف؟ دار النشر اللي الان عندنا 70 سنه من الاستقلال، 70 سنه يعني كاين دور النشر اللي عندها، كاين دور النشر اللي عندها 50 سنه، كاين عندها 60 سنه من الاستقلال، عفوا عندها 60 سنه من الاستقلال. اعتقد دار الرحاب اقدمهم. نعم الله رحمه الله عليه. ودار شهاب هذا من دور النشر عريقه اللي ساهمت في العمل. الان المفروض اعطي لكل ذي حق حقه، المساواه بين جميع الناشرين، العداله في اللاعدل، ابسط شيء العداله في اللاعدل. اما ان تاتي الى لا يملك مقر ولا يملك في بعض الاحيان سجل تجاري وياخذ مشاريع، لا يملك سجل تجاري ويحصل على مشاريع عموميه، نعم غريبه. نعم هذا نعم هذا اتهام يرفع فيها او يفتح فيه ملف، يفتح نعم. هي الجهات الوصيه سواء في المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامه المفروض تفتح تحقيق في الموضوع هذا. انت تقصد في سنوات ماضيه؟ في سنوات ماضيه بدرجه الاولى، في سنوات ماضيه واضحين ان تضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع. بغض النظر عن المساعدات العموميه وصندوق الدعم الابداع والكتاب الى اخره، كاين مجال الكتروني معاصر هو البيع الرقمي. قبل هذا لكن كثير من دور النشر التي تحترم نفسها انها لا تعتمد على ريع الوزاره، لا تعتمد رغم نحن لا نعاني في كل حال، رغم يعني صعوبه التسويق، صعوبه الوضع، قله المقروئيه الى اخره، لكن تكافح وتجد عندها 50 الى 60 عنوانا سنويا، عدد مهم يعني اذا كان صحيح في بعض. قلت لك غير الدعم الحكومي، غير دعم صندوق الابداع، دعم المناسبات هذه 70 سنه سبعينيه والجزائر عاصمه الثقافه العربيه او تلمسان الثقافه الاسلاميه الى اخره، التجاره الالكترونيه والبيع الالكتروني والبيع الرقمي وفرت مجال خصب للمؤسسات لترويج بضاعتها وتوزيع الكتب تاعها، وهذه منتشره بالعالم ربما
دور نشر كبيرة مثل مثل في أمريكا وفي ألمانيا تبيع إلكترونيا وربما بنسبة 95% من الورق تاعها. صحيح. لماذا دور نشر؟ احنا في الجزائر فيه الآن فيه صحيح الآن شبكات إلكترونية لبيع كتاب للترويج إلى كتاب وبيعه عن طريق الشبكة العنكبوتية ولكن بيعه ورقيا إيصال إلى المطلوب إلى الزبون والمتعامل ورقيا. هذا الآن في الجزائر بدأ يعني يظهر بشكل جيد ومستمر إلى آخره. البيع الإلكتروني للمادة على شكل PDF هذا صعب من ناحية الحماية. أولا من ناحية المؤلف في العقد لازم تضمن له أنك تبيع الكتاب تاعه إلكترونيا وقد يقبل وقد لا يقبل. هذا إشكال. هذه طبعا إشكال. الأمر الثاني الحماية. عندما نبيع أنا إلكترونيا ونوصله إلى لازم تعمل له نظام عدم استنساخ من جهة أخرى وهذا يطلب أموال عالية وتقنيات ضخمة حتى يكون. وبالتالي حماية المنتوج أن تسوق كتاب واثنين إلى جهات يتوزع في الشبكات ككل ويصبح الكتاب لا معنى له بعد ذلك. هذا هو الإشكال اللي موجود. ثم المنظومة المالية الآن عندنا نبيع كتاب داخل الوطن سهولة يرسل لي تكلفة الكتاب أو قيمة الكتاب، لكن خارج الوطن المنظومة البنكية. ولكن بدأ يتعامل بالبطاقات الائتمان هذه وفيزا كارد وماستر كارد. ولكن محدودة، المبالغ محدودة فيها، مش مبالغ يعني. ما عندكم تجربة في هذا المجال؟ لا. تجربتين. التجربة الأولى موجودة، التجربة الثانية لا. وما تقيمك التجربة الأولى يعني؟ التجربة الأولى والله تحتاج إلى هي فتح المجال إلى التشغيل. تشغيل الشباب اللي عاطم على العمل اللي له قدرة على التواصل كذا إلى آخره وشجعت كثير من الشركات لكن أسعار التوصيل غالية يعني كتاب مثل هذا ربما 500 دينار يصل إلى 500 دينار وكيتكلم على الجزائر قارة والجزائر كذا إلى آخره مع القدرة الشرائية مع كذا إلى آخره فصعب او يعني فيه نوع من ولكن عوضت وحققت بعض ونزعت بعض الاتعاب في بعض الاحيان كثير. هل تعولون على توسيعها خاصه انه في ظاهره الكتاب الصوتي في كثير من دول هل مقروء التجربه هنا المقروء اقصد هذه تحتاج الى دار نشر اخرى متخصصه. الان انتاج الورقي شيء والتوزيع الالكتروني شيء والكتاب المسموع شيء اخر. هل السجل التجاري يمنع مثل هكذا نشاط؟ الكتاب في الجزائر يعاني من موضوع السجل التجاري. كيف ذلك؟ الناشر لازم له سجل تجاري والموزع لازم له سجل تجاري اخر يعني مقر اخر والمستورد سجل تجاري مستورد الكتاب ورقم ضريبي اخر والمصدر نفس الشيء والمكتبي حوالي 7 سجلات تجارية يعني المؤسسة تحكم عندها 7 سجلات تجارية. مستحيل أن تحقق هذا أنا أقول من العوائق اللي موضوعة أمام الكتاب هو المفروض توحيد السجل الكتاب سجل توحيد رقم الجبائي أيضا توحيد كيقول سجل تجاري توحيد رقم الجبائي للكتاب والعنوان يعني الآن أنا أطلعت كتاب هذا ننتظر من موزع أن يأتي ويأخذ الكتاب ووزعه. لو نأخذه أنا في الشاحنة والسيارة وندير وزعه في حاجز أمني من حقه يقول لي أعطيني سجل تجاري توزيع أنت ناشر وليس موزع. هذه إشكاليات لابد أن تعالج على مستوى وزارة التجارة ونقابات المعنية الناشرين. احنا رفعنا هذا الانشغال وزارة التجارة بالدرجة الأولى المجلس الشعبي الوطني كذا إلى آخره وننتظر في هي المفروض تعقد جلسات أو أيام دراسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني وتعيط الناشرين وتناقش الأمر بجدية وبكل مسؤولية. احنا ما نقولش بلي هؤلاء المشرع الجزائري ضد الكتاب ولا ضد النشر حاشا لله ولكن لابد من عملية الحوار والالتقاء ووضع النقاط على الحروف وتتضح الصورة وتتضح الرؤية. هذا هو المطلوب. نعم ربما إشكالات أخرى أو مساقات أخرى لمشاكل وآفاق النشر في الجزائر في الجزء الثاني من الحوار. ابقى معنا الأستاذ عامر جعجع مدير دار الخلدوني للنشر والتوزيع بالجزائر. مشاهدينا الكرام أيضا ابقوا معنا فاصل ونواصل.
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في حوار من حوارات السلال، الجزء الثاني من الحوار الهام الذي يجمعنا بمدير دار الخلدوني للنشر والتوزيع الأستاذ عامر جعيجع. أستاذ عامر، تحدثنا ابتداء في الجزء الأول من الحوار على منشوراتكم، أيضا مشاركتكم في السلال، وأيضا عن المشاكل التي طالما يشتكي بها وبقي يشتكي وربما سيبقى يشتكي منها الناشرين في الجزائر. من جهة أخرى، في دول أخرى حققت دور النشر فيها نجاحات مشهودة، لها ثقافة في تسيير وترويج الكتاب. من بين تلك الثقافة الترويج الإعلامي للكتاب، يعني مشاركة أولا في برامج متخصصة للكتاب في المواقع الإلكترونية، في القنوات التلفزيونية، القنوات الإلكترونية السمعية البصرية الإلكترونية، في الجرائد صفحات قارة لترويج الكتب، وأيضا ربما يشتكي ناشرين أنه غيابها، لكن في المقابل في تلك الدول تلك دور النشر وذلكم المؤلفون يكون راعي بجزء، يعني يوفر رعاية ولو جزئية لتلك البرامج وتلك الصفحات حتى تكون التكلفة متبادلة. هي حقيقة الكتاب بدون إعلام لا يستطيع أن يؤدي الغرض تاعه والهدف تاعه. وقبل هذا وقبل هذا كله يبقى في المواطن الجزائري أو القارئ الجزائري. الآن أطلع فوق أو أطلع في وسيلة المترو، إذا وجدت واحد يقرأ سوف تستبشر خيرا. استثناءات نادرة جدا. أصبحت ظاهرة غريبة جدا. من يقرأ داخل المترو هذا الكتاب ويقرأ أصبحت ظاهرة غريبة. إذا مقارنة بدول أخرى متقدمة ونسميها استثناء أن تجد واحد لا يحمل كتاب ولو. إذا من هنا يبدأ المعيار، من هنا تبدأ المعيارية. حافلة الطلبة، طلبة تحمل الحافلة تحمل طلبة، طالب جاي من الجامعة أو رايحين من الجامعة. تقترح أنه مكتبات متنقلة داخل حافلات النقل طلبة؟ قبل هذا الشيء كله الإنسان لازم يعي جيد، يهيئ نفسيا، أن من غير القراءة لا يمكن أن نصل إلى لا نجاح لا في الحياة بدون مطالعة. نعم، في صناعة وإدارة عجلة الحياة كما ينبغي، كما ينبغي، هذه قاعدة. من هنا أما استعمال الوسائل، استعمال الوسائل في إطار محدود. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالوسائل؟ الوسائل الهاتف النقال، الهاتف النقال، يعني مطالعة الفيديوهات، مطالعة الإلكترونية، فهذا لا يؤدي إلى الغرض. إحنا لا نقول بأن نستغني عن الكتاب الإلكتروني وكذا إلى آخره، لا، بالعكس يساعد في عملية البحث بسرعة وإيصال المعلومة بسرعة كذا إلى آخره، لكن الجوهر والكتاب يبقى كتاب. لا يمكن تعويضه بكل حال من الأحوال. لمسات الكتاب هذه، لمسات الكتاب رائحة الورق كما يقول المعلم، لها عند النفسانيين علماء النفس تأثيرات على الذاكرة، على الجهاز العصبي، حتى يأخذ المعلومة إلى آخره. فعملية الإشهار وعملية الإعلام تنطلق إلى استهداف الشريحة التي تقرأ واتساع هذه الشريحة. عندما تتسع هذه الشريحة فعند ذلك الأمر يكون سهل. كما قلت برامج تراجعت كثيرا، برامج الكتاب ربما من وسائل الإعلام القليلة التي احتفظت بالبرنامج حول الكتاب هي قناة الحياة. عندنا برنامج خاص بالمنشورات، برنامج الفهرس لأمين زوري، بعض القنوات قناة المعرفة لها برنامج أو اثنين، وبعض الوسائل الإعلام الأخرى احتفظ بصفحة جريدة أو ب برنامج شبه قار، يعني يعطي فاصل قليل المنشورات، ولكن في مقابل انه تلك وسائل الاعلام وتلك الناشرين كنت يشتكون من يعني ربما غياب رعايه، ربما لو كان برنامج فكاهه يلقى ألف راعي ليه، ولكن برنامج الثقيل يعني موجه للنخبه، للمثقفين، للمتعلمين الجامعيين لا يلقى رعايه ومساهمه، ويقول تلك هؤلاء. أكثر من ذلك سي عبد الغني، للأسف الشديد أن الطالب في الجامعة عندما يصل إلى الدكتوراه ويتحصل على الدكتوراه بعد 30 سنة من الرعاية من الجامعة والتعب عليه وكذا إلى آخره، يأخذ هذه الرسالة تاعه إلى خارج الوطن
يطبعها ويأتي بنسخ، ثم المستورد يأتي بهذه الرسالة في شكل كتاب مستورد ويباع إلى الجامعة الجزائرية كذا. هل يرفض الناشرين الجزائر النشر؟ لا 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 لا. الطبع أولاً هذا المؤلف عندما ذهب أو هذا الكاتب عندما ذهب إلى خارج الوطن لسبب واحد، أن الكتاب تاعه يوزع خارج الوطن وفي الدول العربية وفي الدول في العالم ككل، بينما في الجزائر عملية التوزيع الخارجي، عملية التسويق، تصدير الكتاب في معارض دولية صعبة جدا، غاية معقدة إلى الغاية. يعني كما تكلمنا على السجل التجاري، باش تشارك في معرض دولي لازم لك تصدير. كل الناشرين هل يعامل الكتاب كما يعامل المواد الاستهلاكية الأخرى؟ بطبيعة الحال وكأنه بضاعة، ما في حتى لا يوجد أي تسهيلات. بالعكس، فيه تجيب ترخيص من وزارة الشؤون الدينية إذا كان كتاب ديني، ترخيص من وزارة الثقافة إذا كان كتاب كذا، وتجيب ترخيص من عند الجامعة، تجيب استبيان عن الجامعة أو توكيل من عند الجامعة بلي أن هذا الكتاب مطلوب حتى يعطوك عليه موافقة في عملية كذا. بينما أنا أتحدث عن التصدير، هذه الرخص للنشر تقصد، هذه النخص لعملية الاستيراد، لعملية استيراد الكتاب، يعامل كأنه بضاعة. أما عملية التصدير حدث ولا حرج، الأجانب يشاركون على أساس في المعارض الدولية تاع الجزائر على أساس أنهم ناشرين، مشاركون في الصالون تاعنا، كل دولة على أنهم ناشرين، لا يحملون سجل تجاري تاع تصدير واستيراد، يحمل سجل تجاري تاع ناشر. بينما نحن لو تحاول تشارك في معرض دولي لا تستطيع إخراج البضاعة تاعك لأنك لا تحمل سجل تجاري استيراد، أنت ناشر استيراد تصدير، إلا عن طريق كما هو معمول به الآن المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ترسلنا رسالة زودونا به 5 نسخ من المنتوج 2024، فقط 5 نسخ تأخذهم إلى جناح الجزائر للعرض، يعني للعرض وللبيع، ولكن 5 نسخ محتشمة. أما مشاركتنا كقوة كناشرين جزائريين أزيد من 400 ولا 500 ناشر يملكون كذا إلى آخره، وهذا هو تصدير لنا، وعندها إيجابيات كبيرة عندما نأخذ الكتاب تاعنا. هل كاين طلب مراسلات معكم وتواصل؟ بطبيعة الحال، من جامعات من مؤلفين من كذا إلى آخره. يعني في بعض الأحيان نعجز باش نوصل له كتاب ورقي ونولي نتعاطف معه ونرسل له كتاب بشكل PDF باش يستفيد منه كذا إلى آخره. لكن الكتاب عندما يدخل الجامعات العربية ويدخل المراكز العربية ويدخل المؤسسات دول خارج الوطن كذا إلى آخره، أن المؤلف يستفيد، بعض الأحيان يستفيد دعوته إلى ندوة أو ملتقى أو مؤتمر أو تدريس في الجامعة من خلال كتابه يصبح له القدرة أن يشارك في هذه الملتقيات وفي هذه الندوات خارج الوطن، وبالتالي يستفيد ماديا ويستفيد معنويا إلى آخره. هذا هو الانفتاح الثقافي على الغير. وأيضا هل قدمتم تلك المقترحات؟ هذه كلها نتمنى من الجهات الوصية وخاصة من الشعب الوطني في لجنات الثقافة والإعلاء والاتصال أن تبرمج يوم دراسي لنقاش هذه، لوضع النقاط على هذه مناقشة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة التي تؤدي إلى إخراج الكتاب من ما هو فيه. وكتاب الشبه مدرسي في الجزائر، عرفنا الكتاب الجامعي والكتاب الشبه مدرسي، يعني من أولى ابتدائي حتى الثالثة ثانوي، لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة تخصص عديد ناشرين لهذا الكتاب وحققوا ربما مبيعات كبيره جدا. صحيح، لانه مرتبطه بالبرنامج الدراسي. نعم. وامتحانات وكذا وحلول تمارين الكتاب المدرسي الى اخره من تلك هذه ما حقق عوضتكمش. هو تخصص جيد، انا مع التخصص، ان بعض كل دار نشر تتخصص، بعض اخوانات تخصصوا، بعض الناشرين تخصصوا في الكتاب المدرسي، هذا جيد رغم خطورته. رغم لماذا خطير العمل في الكتاب المدرسي؟ اولا لتغيير البرامج، تعديلها، يعني تدري يعني لو يطبع كتاب 5000 و6000 وفي لحظه من اللحظات يتغير البرنامج يصبح لا معنى له، هذا الامر الاول. الامر الثاني الى مكانه الاستاذ المؤلف في هذا الكتاب. الامر الثالث لبعض الكتب المدرسيه تحتاج الى رسومات، تحتاج الى بيانات، تحتاج خاصه في ماده العلوم الطبيعيه، في ماده كذا صفحات ملونه، تحتاج الى طباعه بالالوان، تحتاج الى جهد
وعمل جبار ونفقة مالية عالية جدا جدا، فيه خطورة، ولكن إلى حد ما الآن تخصص، أنا مع موضوع التخصص والكتاب المدرسي أصبح يعني أمر لابد منه في الأسرة الجزائرية، في الأسرة الجزائرية. في بعض الأحيان الكتاب المدرسي عندما يكون جيد فتح موضوع الدروس الخصوصية، يعني قضاء على الدروس الخصوصية من خلال الكتاب المدرسي عندما يكون جيد. اولا في خاصة الأسر الفقيرة وكذا، الأولياء لهم قدرة، لهم مستوى عالي، مستوى ثقافي وفكري عالي، يستطيع من خلال الكتاب المدرسي ان يعني يعاون وليده في هذا الموضوع. وكتب الأطفال لاحظنا ايضا بعض النشر تخصصت في كتب الأطفال وحققت حقيقة بعض النجاحين. العمل للأطفال شيء يعني أكبر بكثير من العمل في أي ميدان. من الصعوبة صعب صعب، ولكن يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى مسؤولين في علم النفس، يحتاج إلى مسؤولين. وأنتم عندكم تجربة في هذه؟ أنا حاولت مرات عدة أن نغامر في هذا المجال لكن وجدته صعب. من الأفضل تخصص في الكتاب العلمي، وبالتالي بقيت في الكتاب الأكاديمي إلى حد كبير، نظرا لأن الكتاب الأكاديمي جله رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه نوقشت كذا إلى آخره، فالمسؤولية علميا يعني قليلة نوعا ما، يعني الإنسان ما يتحملش مسؤولية سواء أو إذا كان فيه نقد أو كذا إلى آخره. أما أن تضع شيء للأطفال فهي مسؤولية على كل حال، مسؤولية قانونية ومسؤولية شرعية، أن تطبع كتاب للطفل قد يؤدي به إلى شيء لا تحمد عقبة. بصراحة كم تطبعون في عدد النسخ؟ الحد الأدنى والحد الأقصى؟ الحد الأقصى الحد الأقصى 1000 نسخة. أقصى؟ الأقصى 1000 نسخة. وسابقا قبل كورونا؟ كان نطبعه 2000 إلى يعني على حسب الطالب، على حسب المؤلف، على صيغة العقد المبرمة. والحد الأدنى سابقا وحاليا؟ الآن نطبعه أعداد قليلة جدا، 50 نسخة، 100 نسخة، ممكن حتى 50 نسخة. نعم نعم نعم، سعرها يكون غالي نوعا ما، ولكن هذه إذا كانت مجلدة ربما، ولكن المؤلف بعض الأحيان يحتاج إلى في عملية ترقية، يحتاج كذا إلى آخره، وعندما نطبعه يكون جاهز للطبع، عملية الطبع ما تعجزناش، السعر تاعه يكون مرتفع نوعا ما، لكن نحقق به الهدف المنشود فيه. وما هي الكتب الأكثر رواجا وطلبا؟ والله هو معلوم عندكم يعني هو معلوم أن الجامعة الجزائرية نسبة الطلبة العالية فيها في حقوق. كتب الحقوق أكثر طلبا. وتفرعات الحقوق أكبر من تفرعات أي مادة أخرى، القانون الإداري والقانون الدستوري والقانون التجاري والبحري والداخلي وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات يعني معقدة. والكتابة في المادة القانونية أسهل من الكتابة في أي مادة أخرى، فيه اجتهادات في كذا إلى آخره، وبالتالي هذا الجانب هو اللي له حصة الأساس في الموضوع. ثم يأتي بعد ذلك الكتاب الاقتصادي وكتاب علم النفس وهكذا. وكتب خارج الجامعات يعني لاحظنا مثلا كتاب التاريخ، هذا كتاب كتاب شيء براكتية، هل هناك إقبال على كتب التاريخ ونحن في ذكرى السبعين؟ كتاب التاريخ عليه إقبال، عليه إقبال وخاصة من كبار السن الذين يريدون أن يطلعوا يعني، والكتاب التاريخي له إقبال خاصة يعني مش مكرر الموضوع في مذكرات في مكتبات المطالعة العمومية تاع الولايات إلى آخره، فعليه طلب إلى حد كبير مقبول يعني. ولكن الكتاب اللي عليه طلب إلى حد كبير هو الكتاب القانوني، نظرا إلى نسبة الطلبة ونظرا لسهولة التأليف هذه يعني حقيقة يعني. ما أستاذ عامر سعدنا كثيرا بلقائك، وكلمة خفية بنصف دقيقة، كلمة أخيرة يعني. كلمة أخيرة هو تحية لجمهور المعرض، تحية لكل من يسهر على خدمة العلم والمعرفة داخل الوطن وخارج الوطن، تحية إلى ناشرين إخواننا في فلسطين وفي غزة، تحية إلى كل من علمنا حرفا واحدا. شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ عامر جيجع المدير العام لدار الخلدون للنشر والتوزيع، وشكرا لكم أيضا المشاهدين الأكارم على متابعتكم، وإلى حوار جديد من حوارات السلة، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.